بين من خلال التصوير الإشعاعي وجود كتلة سرطانية في دماغه. توفي أنس يوم أمس الموافق 2/6/2024 أثر مرض عضال. أصيب أنس بهذا المرض قبل سنة من الآن بعد عدة نوبات ألم وغثيان وتشنجات، سرعان ما تبين من خلال التصوير الإشعاعي وجود كتلة سرطانية في دماغه. تم إجراء عملية جراحية له وتم استئصال الكتلة، وأخذ 6 جرعات كيماوي و30 جلسة نووية بعد العملية، لكن قدر الله شاء بسبب خطورة النوع وشراسته أن تنتشر الكتل في شتى أنحاء جسمه. قبيل شهر من الآن دخل أنس مركز حسين للسرطان، قيم الأطباء حالته وقرروا أن يتبعوا معه العلاج التلطيفي، وتوفي أنس يوم أمس رحمه الله تعالى. كان أنس صابرا ذاكرا حامدا، توفي بعد عناء ومشقة وتعب. كان آخر كلامه: الحمد لله، لا إله إلا الله. رحمه الله ورحم جميع موتى المسلمين.